أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: نحن أصحاب شاحنات، عندما نحمل شيئا من الشركات أو المستودعات نجد أن العمال يطلبون منا ما يسمونه بخشيشا، يقولون هذا حق الشاي. سؤالي: هل ما نعطيهم يعتبر رشوة أم لا؟ أفتونا أثابكم الله. العمال لهم رواتبهم وأجوراتهم على كفلائهم، ولا يجوز لكم أن تدفعوا إليهم شيئا، لأن هذا يعتبر من الرشوة. إذا كانوا يقدمونكم في حمل المتاع على غيركم لأنكم تعطونهم شيئا فهذا من الرشوة. نعم.